اهلا بحضراتكم في الجزء الثاني في تحويل ملف الوورد الى باوربوينت. شفنا في الجزء الاول ازاي بناخد مقالة من على الانترنت. في الجزء الثاني بنفكر حضراتكم ان احنا ممكن نفتح ملف في وورد، ان احنا ممكن نفتح ملف في وورد ونرفعه من على سطح المكتب او من اي مكان الى اخره، يعني اي ملف موجود عندنا نقدر ان احنا نفتحه ونبتدي نتعامل معاه بالشكل ده. طبعا مش هنعيد تاني، لكن حبيت بس نوريكم ازاي هنفتح الملف من هنا. احنا قلنا ازاي كوبي وبيست من على الانترنت، دلوقتي هنشوف ازاي لما فتحت ملف من على سطح المكتب او من الكمبيوتر عندي هيبقى بالشكل ده كده. ده الملف موجود عندي اتفتح بنفس التنسيق بالشكل ده كده. طب لو حبيت احوله اهو بدون دخول بقى في الخطوات بالتفصيل، مجرد ان هروح اكسبورت وهروح اضغط هنا واختار التنسيق اللي هختاره وليكن التنسيق ده واقول له اكسبورت بالشكل ده، يبقى اقدر اعمل كوبي وبيست من الانترنت او ان اعمل ابلود تحميل لملف وورد من على الكمبيوتر عندي سواء سطح المكتب او في اي مكان اخر او فلاشه انا بستخدمها. وبالشكل ده بيحول لي اهو، حول لي البحث كله بالكامل، ده كان بحث كاملا بالشكل ده، اتحول البحث كله بهذا التنسيق. دلوقتي بقى بنبتدي نشوف ازاي هنتعامل مع هذا الملف، سواء احنا ممكن طبعا احنا قلنا ممكن نعمل editing ان اعمل تحرير وتغيير للصور والنظام من هنا اونلاين او بعد ما بحمل الملف. الملف اللي احنا اشتغلناه المره اللي فاتت اهو اللي هو في الجزء الاولاني من الفيديو اللي هو كان ده عنوانه بالشكل ده كده. دلوقتي هنتعامل ازاي مع الافكار الجديده، تصميمات افكار التصميم من هنا. فدي الشريحه اللي موجوده عندي بالشكل ده كده، هناخد الشريحه الثانيه اهو، بنضغط الزرار ده هنا ما بيكونش فيه قائمه، لما بضغط على هذه الايقونه او هذا الرمز اللي هو التصميمات او افكار تصميمات بيديني اشكال كثيره بالشكل ده. اهو التصميم ده مثلا انا عجبني مثلا بغض النظر عن الصوره في الخلفيه، انا بتكلم دلوقتي على التصميم مش على الصوره، خلي بالكم في فرق بين الاثنين، ده بتكلم على الديزاين شكل التصميم بتاع الشريحه. طيب يبقى احنا عرفنا ان اي شريحه هنا اهو، ادي الشريحه الثانيه نجرب كده، هنشوف تصميم اخر ليها ممكن يكون ليها تصميم تاني اهو مثلا بالشكل ده، نشوف شريحه ثانيه بالشكل ده كده وهكذا، اقدر اخدها باكتر من شكل وباكتر من طريقه. يبقى دي كلها التصميمات اقدر اتعامل بالشكل ده، يبقى ده اسمه تصميم اهو، هاخدها بالشكل ده. طيب الصورة نفسها اللي في الخلفية دي بقى أنا مش عايزها، يبقى التصميم ده أنا عايزه بس الصورة دي هي اللي عايز أغيرها. أغيرها إزاي؟ بقف على الصوره دي وبالزرار اليمين للماوس للفاره بالشكل ده كده وبقول له تشينج بيكتشر، يعني غير لي الصوره. في عندي اختيارات بقى من ملف عندي على الكمبيوتر، يعني بفتح الكمبيوتر بالشكل ده وبختار التصميم او الديزاين اللي انا عايزه، ممكن يكون عندي اي تصميم انا حاطه او اي اهو هنشوف اي صوره بنكون موجوده، انا اخترت مثلا التصميم ده اهو التصميم ده، يبقى انا قدرت اغير الخلفيه او الشكل بتاع الصوره. طيب بعد ما حطيتها مش بس كده، ممكن ارجع اضغط تاني على افكار التصميم بالشكل ده لان ممكن يديني اشكال اخرى، انا كده حطيت الصوره زي ما هي فاتحه قوي، ممكن اقوم جاي عامل كده بحيث بيقفلها لي شويه تبقى اشيك بالشكل ده، ممكن يحطها لي في اشكال تانيه زي ما احنا شايفين اهو بالشكل ده كده، في اشكال وانواع وتصميمات مختلفه. يبقى احنا عرفنا دلوقتي هنعمل حاجتين مش حاجه واحده، التصميم نفسه هيتغير والصوره. نروح نجرب مثلا حاجه تانية زي هنا. طيب انا الصوره دي مش عجباني، هروح رايت كليك وبدل وتشينج بيكتشر او تغيير الصوره بدل ملف، لا انا هروح للستوك اللي موجود المخزون بتاع الصور اللي موجوده عندي. طيب ننتظر شويه لغايه لما هيفتح كده، بتفتح الصوره وقلت مثلا بوكس، انا عايز كتب، حاجه تعبر عن الحاجه اللي انا شغال فيها. مثلا انا اخترت الصوره دي دبل كليك عليها بالشكل ده كده اتحطت الصوره. نجرب مره ثانيه في حاجه ثانيه، دي الصوره اللي احنا كنا خدناها من شويه بالشكل ده كده وهكذا، دي الصوره اللي احنا لسه مختارينها دلوقتي. لو قلت برضو افكار التصميم اهو ممكن يديني اشكال كثيره اهو بالشكل ده، ممكن بالشكل ده اشكال كثيره موجوده عندي. يبقى احنا كده عرفنا ازاي بنغير الصوره بطريقتين، يا اما من ملف عندي او من الستوك. طب ممكن اغير تاني؟ ممكن اغير مره تانيه، ادي الصوره هي بقف عندها وبختار هنا اونلاين سورسز، بيدور بقى على الانترنت، يبقى يا اما من المخزون اللي عنده او من الملف عندي.
هنا مقسمهم لي، هنا مقسمهم لي الى مجاميع ومصنفهم لي. انا مثلا عايز حاجه مثلا هنا ميتنج مثلا، هنا حاجه زي كده، او بكتب لو انا عايز حاجه مثلا اكتب هنا education، حاجه خاصه بالتعليم مثلا. طبعا اهم حاجه لازم دي تكون متعلم عليها. ليه؟ كرييتيف كومن اونلي، يعني جايب لي الحاجات اللي مسموح استخدامها وما عليهاش حقوق ملكيه فكريه، يعني من حق الناس تستخدمها يعني. وبنقي الصوره اللي انا عايز استخدمها، فلنفرض ان الصوره دي اللي عجبتني بضغط عليها مرتين بالشكل ده، اهي اتحطت الصوره، وبيديني برضو تصميمات مختلفه ليها بالشكل ده كده حسب التصميم اللي يعجبني. شوف انهي تصميم، التصميم ده هو اللي عجبني مثلا، او التصميم ده ايا كان. خلاص، يبقى احنا كده عرفنا ازاي بنعمل، بنختار الديزاين من هنا، وازاي بنغير الصوره ان بقف عليها وتشينج بيكتشر، يا اما من ملف، يا اما من الستوك، يا اما من اونلاين سورسز. احيانا في عندي حاجه ثالثه، دي مش هنحتاجها دلوقتي، هيبقى ليها فيديو مستقل لان ليها استخدام يعني، دي مش هتبقى صوره، دي ايكونز، ايقونات يعني. طيب، وبكده بنكون جربنا عمليه تغيير الديزاين وتغيير الصور اللي موجوده عندنا. طبعا اقدر اغير زي ما انا عايز بقى، يعني اقدر اضيف هنا تكست موجود عندي، اقدر اعمل التنسيق بتاعي، الكتابه دي مثلا انا هي بالشكل ده كده، انا عايزها المحاذاه ناحيه اليمين، الفونت اقدر اغيره بالشكل ده، اختار فونت اخر مثلا بالشكل ده كده كانه خط يد، اقدر اعمل بولد، اقدر اغير اللون بتاع الكتابه اللي انا عايزه، يبقى اقدر اغير اي شيء موجود عندي اهو بالشكل ده كده، اقدر اغير اللون كله، اقدر اعمله بلون اخر، اقدر اعمله بولد بالشكل ده كده، اقدر اغير في التصميم ده، اقدر اغير اللي انا عايزه، اعمل فيه اللي انا عايزه. المهم الخطوه اللي كان بيبقى فيها مشكله هي تحويل الوورد او مقاله من على الانترنت الى باوربوينت. كده انا اصبح في الباوربوينت موجود عندي. الفت نظركم بس لحاجه صغيره هنا في الاماكن اللي انا حطيت فيها صور، الصوره دي لما انا حطيتها ليها حقوق ملكيه فكريه، اهي المصدر بتاع الصوره اهي سي سي، يعني كومون لايسنس، يعني دي مسموح باستخدامها، بس لازم احط اسيب دي موجوده هنا كده. يعني لما اعرض الشاشه بالشكل ده كده اهو، ذيس فوتو باي انون اوثر، مش معروف مين صاحبها، از لايسنسد اندر كذا، لكن اللايسنس بتاعتها موجود، يبقى دي حقوق الملكيه الفكريه. يبقى اي صوره هستخدمها من على الانترنت هتلاقي دي موجوده هنا. اشكركم، والى ان نلتقي في فيديو قادم، اترككم في رعايه الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.